المكرونة بعد ما خلصت وسويناها وحطينا بيضة على الوش وحطينا مع البيضة شوية لبن. وألف هنا وشفا بجد، ويا رب تعجبكم. ومع تحياتي نور ودودي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تشغلوا الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. ألف هنا وشفا. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل لكم على الغدا مكرونة بشاميل. طبعا هي أكلة ايه؟ جميل. أكلة جميلة. وماما بس هي اللي بتعرف تعملها، بس احنا هنحاول نعملها معاكم. خدنا الطريقة بتاعتها وهنعملها برضو معاكم. يعني هناخد منها التعليمات وهننفذها. اول حاجة بدأنا اهو، جهزنا حاجة اللحمة المفرومة. اللحمة اللي هتتعصب بالظبط كده. اللحمة اهي، وفرمنا البصل، والتوابل معانا ملح، ماشي، ملح وفلفل، بهار مشكل وقرفة، زي ما دي قالت كده بالظبط. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنسلق المكرونة وهنعصج اللحمة. حطينا اهو المكرونة، ده كيس ونص، يعني حوالي كيلو الا ربع كده، حسب الكمية بقى اللي هتعمليها. هي المعلقة دي هتسيح؟ لا مش هتسيح. انا بقلبها بس عشان ما تمسكش في بعضها. خلاص، هي هتاخد شوية تتسلق، هنسيبها بقى. هنسيبها ونبدأ نعصر اللحمة قدامك. حطينا في الطاسة التيفال معلقة كبيرة سمنة بلدي وزيت. هو مين اللي عايزنا على الصبح؟ مش مشكلة، عادي يرن. وسمنة بلدي، وهنحط دلوقتي اول حاجة ماما قالت حطوا اللحمة عشان تتخلط، عشان نعمل لها السمنة والزيت سخنوا اهو. هننزل بقى عليهم باللحمة. بس احنا ليه بنعملها في طاسة مع ان ماما على طول بتعملها في حلة؟ ده اختراع كنت صح؟ هي كده اسهل ليا عشان اقلبها في. انت بتحبي تقصر في زي بحس ان هي بتبقى اسرع من هو الديفال اسرع فعلا في الفشل. بحط بقى عليها البصل. احنا طبعا من عشاق ان احنا ناخد اللحمه اللي متعصبه دي ونعملها سندوتشات كده. فوق ابوظي هحط بقى ايه؟ القرفه. القرفه دي بقى صديقه ماما في كل الاكلات. طبعا اللحمه على طول. مره فاكره ما حطيتها لنا على السمك؟ مره حطيتها على السمك. بس هي بتبقى طعمها حلو قوي، بس مش على السمك يعني. من حبها فيها حطيتها على السمك. حط بقى الملح، مش هحط كله. بقى انت كل فيديو تقولي لهم مش هحط كله. بحس ان هو كتير شويه عشان ما تبقاش حاجه قوي. لما نقلبها وتستوي وندوقها لو حبينا نزودها سهلة عادي. ريحتها حلوه قوي على فكره. القرفه حته فظيعه. التوابل مع البصل واللحمه ريحتهم حلوه قوي. هي مش بتاخد وقت لما تستوي على فكره، تستوي بسرعه. لا ما بتاخدش وقت، خصوصا لما تكون فكه، يعني مطلعاها من الفريزر وفكت. تعمليها وهي فكة أحسن ما تبقى متلبة، بقى فيها مية كده مبتبقاش حلوة. في ناس بيحطوا عليها مكعبات طماطم، بس أنا ما بحبش، ما تعودش أكلها كده. يعني طبعا كل واحد يعني براحته. طماطم لو تحطيها على مكرونة مثلا بيضة، تحطي عليها طماطم تبقى حلوة، صح؟ فاكرة لما قعدت فترة استسهل وكل شوية اعمل لكم مكرونة ولحمة مفرومة. ايام ايام العزاء. والله اكلة سهلة. الصوص انا بخالص اهي، ريحتها جميلة، ريحتها حلوة قوي. نفسي تشموا ريحتها. بس ريحتها فظيعة، ممكن ناكلها وهي نية كده. الملح بقى انت شوية كده ونشوف. تحسي ان هي كأنها استوت يعني. لونها بدأ يغير بسرعة. وريحتها حلوة جدا. اكيد الجيران شامين الوقت، صح؟ اشمعنى احنا نقعد نشم حاجتهم؟ هما كمان يشموا الاكل بتاعنا. اللحمة المتعصبة خلصت، دلوقتي هنعمل معاكم الكريمة. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. ده سمنة وزيت هنشوح فيهم الدقيق. تمام، هو بقى سخن دلوقتي، صح؟ متهيألي.
كده بقى صح. هو هيعمل صوت ده دقيق هيعمل ازاي يعني؟ دي اللي انت بقت بتعلموهم غلط. بقت سخنة. لا انا عارفة انا بعمل ايه. ولا انت عارفة حاجة؟ تعالي يا ماما كمليها انت. على فكرة احنا والله واخدين الطريقة من ماما بالظبط، هي اول مرة نعملها، بس هي اول مرة ان شاء الله هتفشل. هتنجح ان شاء الله. شفتي بقى لما بقى سخن بيفور ازاي؟ ايه ايه بيفور؟ هو خميرة. طب ما يفور. خبرة برضه في الحاجات دي. ايه هنعمل ايه ما يفور يعني؟ دي بيفور يا بنات. دي بيفور. ان احنا هنسيبه شويه لغايه ما لونه يغير شويه. يعني بنحمره شويه عشان يستوي، مبقاش طعم مش مستوي. مش صح الدقيق بيستوي؟ الدقيق بيستوي طبعا. انا نفسي اعمل لكم حلقه بقى انا اللي بعمله حلو قوي بجد من غير ماما يعني. مش الصراحه. لا ده ماما اللي بتعمله برضه. الكشك. الكشك جميل. الكشك انا بعمله نفس الطريقه على فكره. الكريمه قريبه قوي منها. الكشك اللي هو العادي مش الصعيد. الصعيدي بيبقى حاجه تانية. اللي هو الكشك اللي هو بيتحرق له بصل وبتحط على الوش ده. بيبقى تحفه. ومرقه بقى ولبن. اي شوربه سمينه عندك ده هبقى اعمل له فيديو مخصوص ليه، لان بصراحه بحبه قوي. انا كده حمرته خلاص، هغسله بقى دلوقتي. سلامتك يا ديدي. هنحط عليه اللبن. صوتك مالي. هنزل اللبن على الدقيق المتحمر وهقلب. وانا ايه بنزل كده عشان هو ده اللي انا عرفته يعني، عشان ما يكلكعش. هو ده اللي انت اتعلمتيه في حياتك يعني. حتى تحبه صغيرين وتقلبيه. هي الحالة بتمشي ولا ايه؟ امسكيها شوية. دلوقتي بقى هنحطها فوق بعضها. ودي الكريمه اهي بعد ما اترفعت من على النار، تقيله وجميله جدا. واللحمه المفرومه اللي احنا والله انا اكلت نص الكريمه وانا واقفه. ودي المكرونه اللي سلقناها برضو. حتى المكرونه باكلها مسلوقه مش عارفه انا بعمل ايه. وحطيت نقطه زيت في القالب ده وادهنها. خلاص يا ديدي الاتقان اللي انت فيه ده. الجوانب وكل الحاجات انت عارفه ان انا عارفه بحب احلف. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هي المكرونه طولت عن ماما بتعملها ولا دي تهيؤات؟ لا لا تهيؤات، ده اتعملت سريعه جدا. ما شاء الله. بقى الكريمه كده الكريمه شكلها جميل قوي على فكره. احنا اللي عاملينها. احنا اللي عاملينها الحمد لله. عشان اقلبها تبقى كلها خدت خدت ودت وشوية تتقلب بيها. هتتقلب. هي دي شوكة دي اللي بتقلبي بيها ولا دي ايه؟ هي معلقة بس تعبانة. لو شوكة يبقى احسن هتفردها. دي الشوكة صاحبتها. شوكة الحمرا دي. لا لا والله هتفردها. عايزة معلقة كده محترمة. انت حرة يا ديدي. شفتي؟ شفت طقم المناولة بتاع ماما من أيام جوازها. أيوه مش بقولك عايزة حاجة محترمة. ويسألوني بتحبي الأورانج ليه وبتحبي اللون ده ليه؟ أمي بتشتري حاجة جوازها كلها أورانج. أنا طالعة بحبه عشانها يعني. شفتوا طقم المناولة بتاع ماما عامل إزاي؟ شفتوا لونه؟ والله لونه تحفة. شفتوا الكرنيب عامل ازاي؟ خليكي مع اللي انا بعمله. خليني مع الكرنيب مع الكريم. امتحي فيها. اهو مدحت فيها ده جميله. الله.
جربوها هتدعوا لنا. عايزه كمان كريمه صح؟ اديها عادي، ما هي بعد كده هتنزلي الكريمه كلها عليها. ايه الفكره؟ اه ماما بتعمل كده انا عارفه، بس يعني عادي، مش شرط ان كل مكرونايه تبقى واخده كريمه يعني. يعني قصدك ان كان كفايه اللي انا حطاه؟ لا انت جميل، كلامك مش مفهوم. احسن انك ما تقولي كلمه مفهومه على بعضها. اهو بصوا بقى، اتفرجوا بقى على اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ الموضوع صعب. المريانه باينه اهي، احنا ما بنلبسهاش يعني، احنا معلقينها منظر وخلاص. بس كده مريانه الكحلي. اه يا بنتي، يا ام المريانه الكحلي شارينها عشان كده؟ اه عشان منير. طب الحمد لله، عشان احنا نحب منير، نحب اللي يحب. اه ونكره اللي يكره. نكره اللي يكره. ايوه والله مريانه كحلي كده كفايه صح؟ ده جميله مريانه قوي، تصدقي طالعه حلوه في التصوير. ما انا جايباكي معاها يا ديدي، والله جايبه اهو. عايزه احس ان انت مركزه. انا مركزه مع العمل اللي انا بعمله. انا في العمل. اخد اللحمه بقى. يا رب بس نلحق نتغدى، واللي جايين يتغدوا معانا يلحقوا ييجوا، ولا يلحقوا الغدا اصلا. مش هيلحقوا. ياكلوها نيه، ما هي كلها مستويه. تقلب على بعضها. هي تدخل الفرن مش هتاخد حاجه. طب والله شكلها يفتح النفس. انا اتفتحت نفسي وانا واقفه، باين عليا؟ باين عليك كده. حلو كده، وزعي كويس. حطي كمان حته في الحته دي. ما انا هحط كمان، قصدي يعني كده تمام، انا بفردها صح. اه يعني انا كده ماشيه صح يعني. ايوه هي دي اللي انا كنت قصدها، فهماني من غير مشاور. شفتي انا عارفه ان لسه كده تمام صح؟ اه كده جميل. حط بقى رق المكرونه. ما بتيجي تبص تلاقي كده احنا بنعمل ايه؟ والله انا حاسه ان هي شايفه انا بنلبخ. كانها مش مقتنعه. والله انا حاسه بكده. ليه؟ لان هي بايدها بتقوم مخلصه العمليه كلها. يدوي يعني؟ يدوي. طب ما تقولي كله. يدوي. عايزه حاجه يا ماما؟ شوفي اهي. يكفي ان مش عايزه تفتح الموتور. لان صوت الموتور مزعج واحنا معطلينها عشان بنصور. دي الست المصريه الحموله. حطي عشوائي يا ديدي، ماما بتقولك حطي عشوائي. حاضر. ايه الترتيب ده؟ وايه ما ترصها كل واحد يا جماعه بيعمل بطريقته. امي مشتته. يا ديدي كده خلاص كفايه المكرونه صح؟ كفايه. ما تغطي الحتت يا جماعه، وانا مش عارفه اشاور لها. استنوا بقى خليكم معايا. انا شايفه خلاص. بصي الجوانب ده، دي عايزه ما انا مكرونة. لسه هحط. اه طيب، ما انت قلتي كفايه. لا بالنسبه للجانب اللي انا بعمله، الجانب الايمن لسه. الجانب الايسر بقى. ده هندسه، ده ما طلعتيش مهندسه ليه دي؟ شفتي والله ما حد يعملها. ده في ناس بقى، بس انا بزعل منهم بصراحه. اه بيعملوا ايه؟ بيرصوا مكرونيه جنب مكرونيه عشان ما تقطع تبقى شكلها. انت تعرفي الناس دي شخصيا ولا سمعتي عنهم؟ لا انا شفتهم على النت. لا بس انا زعلت منهم. تصدقي حاجه عني وزعلت من نفسي انا كمان. لا ما تصدقي كده خلاص، خدت مكرونه كويسه. انت مصري ممكن ما يصدقوكش. هنا حاضر، هنا كمان الناس اللي جايين لنا بيرنوا جم اهم، والاكل ما اتعملش الحمد لله. مش هعمل واحده تانية زي دي، لان دي يا دوب عليا يعني. الشوربه فارط. خليكم معايا يا جماعه، احنا بس بنعمل شوربه وفارط عادي، مفيش مشكله، هنغطي عليها ونيجي تاني. دلوقتي احنا هنحط بقى اخر حاجه. انت صوتك مال؟ صوتي بيروح مكسوفه. لا باين. هنحط الكريمه. اه هنحط الكريمه بقى اخر حاجه اهي. ركزوا في طقم المناوله بتاع ماما، ركزوا في الكريمه والحله الحمراء بتاعت ماما برده اللي بتتعمل. بصوا الحله، ركزوا في الكريمه اللي انا عاملاها. هتحطي كمان يا حبيبتي؟ ما انا هحط، بس انا احب اوزع الاول. فينك يا ماما؟ اول واخر مره اعمل لكم مكرونه خلاص كده، عشان يبقى في مكان للبيضة بقى اللي هتتحط. هو القارب ما عادش في مكان بصراحة، بس ممكن تديله كمان معلقة، اصل الكريمة مش سايلة قوي.
عارفة هيقوم فاير بقى وموقع في الفرن. معقول؟ اه ما الكيمة بتقعد تطلع لفوق، مش هيغلي وهو في الفرن دلوقتي. حطله كمان معاه. خلص خلاص، ودلوقتي حطيته اهو في الفرن وهتطلع حلوة قوي. وهنعمل لها بقى البيضة بس لما تبدأ تستوي شوية. اه الف هنا وشوفها ان شاء الله هتعجبكم قوي.